يحسن الله تعالى إليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجمعنا على الخير، على أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبشر على الإحسان يا إنسان ترحى مدى الأزمان والأفعال تبقى، إذا أحسنت للغير تتلقى من البشرى تفيض بها الحنايا، برضوان الإله من البشائر لكل الناس في طهر المشاعر، جمعناها بإحساس الخواطر ونهديكم بها أزكى السحايا. وبشر